أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
تعلمون
صدق الله العظيم.